ماما؟ نعم. ليش دلهنا عم تقول انه راح تموت؟ ما راح تموت. انا ما بدي اياها تموت. انت كمان راح تموتي؟ ما حدا راح يموت حبيبي. هاي الحرب راح تخلص وكلياتنا راح نرتاح. نلتقي فيه ومرافقه بالشامة. رح يأمننا تاكسي على بيروت. كان بدي استنى جوزي يرجع منشان خبرك، بس اليوم بالليل مسافرين. هبي شو بيشتكي يا مدام حليمي؟ مات، قتلوه هون بالقناعج. ما فينا نعمل شي هلا، لازم نستنى لتحتم. حليمي ما رح تقدر تستنى. ما لازم تقولي لها شيء، مو لازم تحس بشيء، سمعاني؟ شو صاير برا اليوم يا بنتي؟ العالم اللي برا ما عاد يسوى فرنك. ماما! انتبه عنه يا رعية! هذا البيت بيتي وما حدا بيطلعني منه، ما حدا، فهمتي؟ يلا روحوا. اتركوني انتي مرأوية. كلنا هوايه.